تحياتي لكم. سين وجيم 17. لماذا تدهس الأرنبة الأم خلفتها؟ يحدث هذا عندما يخطئ المربي أو الغير بمسك أو فحص الخلفة فور ولادتها، أي قبل أن يكسو جسمها الفرء، وذلك بيده المجردة، فتنتقل بصمة يده أي رائحتها لجسمه، وفي هذه الحالة تشتم الأم رائحة خلاف رائحة خلفتها، فإما أن تقوم بدهسهم أو هجرهم لامتناع والامتناع عن إرضاعهم أو افتراسهم. وأخيرا يمكنك عمل لايك واشتراك ليصلك كل جديد، وتقبلوا سلامي وتحياتي.